بسم الله الرحمن الرحيم. نموذج إجابة امتحان مادة الجغرافيا السياسية الصف الثالث الثانوي دور أول 2018-2019. الامتحان زي ما احنا عارفين عليه 60 درجة ومكون من 40 نقطة. السؤال الأول: ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على الإجابة الصحيحة تظليلا تاما. تشكلت الخريطة السياسية للعالم في فكر راتزل نتيجة، طبعا قدام الاختيارات، طبعا الاختيار هيبقى الصراع بين الدول. 2. ما المقصود الدولة الكونفدرالية؟ هنقول ان الدولة الكونفدرالية عبارة عن انضمام دولتين او اكثر في اتحاد ينظمه معاهدة لتحقيق غايات مشتركة وتعهد بممارسة بعض من صلاحياتها الى سلطة مركزية مشتركة مع احتفاظ كل دولة بشخصياتها القانونية وسيادتها الخارجية والداخلية، مثل طبعا الاتحاد الاوروبي. السؤال الثالث: أمام خريطة لقارة أوروبا حدد عليها 1 مشكلة تقسيم مياه زي ما احنا شايفين هتبقى مضيق صقلية. 2 أكثر دول الاتحاد الأوروبي سكانا، طبعا دي هتبقى دولة ألمانيا. 3 دولة تم فيها توقيع حلف وارسو هتبقى دولة بولندا. 4 حدود جبلية زي ما احنا شايفين هتبقى جبال البرونز. السؤال الرابع: اكتب المفهوم او المصطلح الجغرافي الدال على العبارة الاتية: فرع من فروع الجغرافيا البشرية يهتم بدراسة المقاومات الجغرافية للدولة وتنظيمها الداخلي وتأثير ذلك في قواتها السياسية وعلاقاتها الدولية، تبقى طبعا الجغرافيا السياسية. السؤال الخامس: بما تفسر اختيار القاهرة عاصمة لمصر ونواكشوط عاصمة لبريطانيا؟ طبعا القاهرة نتيجة لأهميتها التاريخية اللي هو العامل التاريخي، أما نواكشوط لسهولة الوصول حيث تقع على المحيط الأطلنطي. السؤال السادس: دلل تتعدد المجالات التي أسهم الاستشعار عن بعد لتحديدها بدقة في الجغرافيا السياسية. هنقول إن أدى الاستشعار عن بعد وما يستخدمه من وسائل تصوير الجو والفضائي الحديثة وأجهزة تحديد المواقع وغيرها إلى توفير مرئيات فضائية ومعلومات أكثر دقة عن الكثير من المجالات التي تهتم بها الجغرافيا السياسية. هو هنا طبعا عايز الأمثلة اللي هم 3: الحدود السياسية بين الدول. 2: الممرات الملاحية والمياه الإقليمية للدول. 3: مناطق النزاعات بين الدول. السؤال بعد كده السؤال السابع: حدد الأثر الناتج عن تميز مدينة أنقرة بالعمق الجغرافي. طبعا الأثر الناتج دوت اللي هو عايز زي ما النتائج مترتبة على كده، هنقول اختيرة أنقرة عاصمة لتركيا بدلا من اسطنبول، حيث تحاول الدولة أن تكون عاصمتها بعيدة عن الحدود ليعطيها عمقا جغرافيا ويوفر لها طبعا الحماية. بعد كده عندي السؤال الثامن أو النقطة الثامنة: حدد الأثر الناتج عن شكل دولة ليسوتو بالنسبة لسياستها الخارجية. طبعا هقول ان طبعا ليسوتو دي زي ما احنا عارفين هي دولة جايبية، فكده بتتبع الدولة الجايبية في سيادتها الداخلية والخارجية الدولة المطابقة لها، فده بيضعف قواتها السياسية والاقتصادية والعسكرية. لذلك تسعى الدولة الجايبية اللي هي زي ليسوتو للحفاظ على علاقتها الودية مع الدولة المطابقة لها. بعد كده ظلل السؤال التاسع: ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على الإجابة الصحيحة تظليلا تاما. دور الجغرافيا في الدفاع عن حق مصر في قضية، طبعا هتبقى الاختيار هيبقى قضية طابة. بعد كده السؤال العاشر: أجب عن سؤالين بين ألف أو ب. طبعا هنا الطالب هيختار واحد من الاثنين، يعني هيختار لألف لإما ب، وهما السؤالين طبعا هما نفس الحاجة. ما المقصود؟ فألف بيقول لي ألف النظام السياسي في صورته التنظيمية، هقول طبعا تعريفه هو مجموعة المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية التي تتوزع بينها عملية صنع واتخاذ القرار السياسي. ب ما المقصود برضو؟ مبدأ الفصل بين السلطات. مبدأ الفصل بين السلطات هو عدم تمركز سلطات الدولة في يد واحدة أو هيئة واحدة، فكل سلطة من السلطات الثلاث تشريعية تنفيذية قضائية منفصلة ومستقلة في صلاحياتها ومسؤولياتها وفقا للدستور والقانون. السؤال الحداشر بعد كده يقول لي: تتعدد مراحل التخطيط للحدود السياسية في ضوء العبارة وضح العناصر التي تم الاتفاق عليها في مرحلة إدارة الحد. طبعا بيتم الاتفاق على بعض النقاط هي 1 منافذ عبور الحد، 2
نقاط التفتيش والجمارك والحراسة والتحصينات، 3 لجان فض المنازعات وسائلها، وبرضه بيتم المحافظة على الحد الخطي السياسي واستبقاء فعالياته وحرصه. بعد كده السؤال رقم 12، بما تفسر تلعب الحدود وظيفة قانونية وسياسية؟ هنقول إن يتكون النظام السياسي العالمي من دول مستقلة ذات سيادة تفصل بينها حدود سياسية، وتسعى كل دولة إلى المحافظة على شخصيتها السياسية داخل حدودها من خلال منع دخول الأشخاص غير المرغوب فيهم خشية تهديد التماسك القومي للبلاد، واثنين طبعا منع عبور الصحف والمجلات والكتب التي تضر بسلامة الوطن. وبذلك طبعا نجد أن الحد السياسي هو الذي يحدد القوانين التي سيخضع لها كل فرد ما دام يعيش داخل الحدود السياسية للدولة حتى وإن لم يكن من مواطنيها. بعد كده السؤال رقم 13، دلل الحدود الهندسية تظهر بأشكال متعددة. هو عايز هنا الأنواع بتاعتها، فهنقول له الأنواع طبعا هي ليها 3 أنواع الحدود الهندسية. أول نوع فلكية بحتة، ودي تتفق مثلا مع خطوط الطول ودوائر العرض وتنتشر في أفريقيا وأمريكا الشمالية. مثال طبعا عندنا الحد السياسي بين مصر والسودان، ده بيسير مع دائرة عرض 22 شمالا، وخط الحدود بين مصر وليبيا ده بيمتد على خط طول 25 شرقا باستثناء الجزء الشمالي منه. كمان عندي رقم 2، في خطوط مستقيمة تصل بين نقطتين معلومتين أو ممارسات دوائر أو أقواس في دائرة معلوم مركزها ونصف قطرها. والتالت حاجة حدود على أبعاد متساوية من ساحل أو سلسلة جبلية، وعادة ما تمتد هذه الحدود الهندسية في مناطق قليلة السكان أو خالية من الموارد. بعد كده السؤال رقم 14، قول لي ما تقييمك لهذه العبارة الدولة الوحدوية ليس بينها دول مجزأة؟ طبعا التقييم للعبارة دي هقول له ليه صح ولا غلط وهقول له ليه. فهقول له طبعا العبارة هنا طبعا العبارة خاطئة، لان طبعا ان اليابان دولة وحدوية وهي نفسها برضو مجزأة الى عدة جزر. بعد كده عندي السؤال او النقطة رقم 15 في الامتحان، حدد الاثر الناتج عن الاكتفاء الذاتي من القمح على قوة الدولة. طبعا الإجابة هتبقى يعفي الدولة والشعب من التعرض للضغوط الخارجية خاصة وقت الأزمات والحروب. سؤال 16، ماذا يحدث إذا لم ترتبط الجغرافيا السياسية بالعملية الانتخابية؟ هقول له إن لم يظهر فرع، هنعكس بقى الإجابة بتاعت ما النتائج، وأقول له لم يظهر فرع جديد من فروع الجغرافيا السياسية على يد أندريا سيكفريد وهو فرع جغرافيا الانتخابات. 17، السؤال 17، ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على الإجابة الصحيحة تظليلا تاما، تقول لي أقل القارات التي تضم دول حبيسة أفريقيا ولا آسيا ولا أوروبا ولا أمريكا الجنوبية؟ طبعا هتبقى أمريكا الجنوبية. 18، ما المقصود بالحدود السياسية؟ خطوط طبعا الحدود السياسية هي خطوط ترسم على الخريطة تحدد الرقعة الأرضية التي تمارس عليها الدولة هذه السيادة وتنتهي عندها سيادتها وتبدأ سيادة دولة أخرى، ولابد أن تعترف بهذه الحدود الدول المجاورة والمجتمع الدولي. سؤال رقم 19، يقول لي شهد العالم ارتفاعا ملحوظا مع نهاية القرن العشرين وأوائل القرن الواحد وعشرين في معدلات الهجرة غير الشرعية. في ضوء بقى العبارة دي هنوضح أثر الجانب الاجتماعي للهجرة غير الشرعية. طبعا الجانب الاجتماعي هو عبارة عن حاجتين، الإخلال بالتوازن الديموغرافي للدولة التي يفدون إليها مهددة بذلك مواطني الدولة أو المنطقة. طبعا غير كده طبعا بتنتج او تتعدد تعدد الجنسيات ينتج عنه انتشار بعض العادات المخالفة لقيم المجتمع. بنفس السؤال بيقول برضو الهجرة غير الشرعية تأثير سلبي على التنمية الاقتصادية. طبعا هقوله ان زيادة الاعداد الهائلة من المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في الدولة يؤثر سلبيا على التنمية الاقتصادية، حيث اصبحوا يشكلوا ايدي عاملة رخيصة تتزايد وتؤدي الى سوق العمل غير الشرعي، مما يؤثر سلبا على الايدي العاملة المحلية. النقطة رقم 20 بيقول لي أجب عن أحد السؤالين ما بين ألف وبيه، برضو هنا الطالب يختار واحد من الاثنين، إما ألف إما بيه، هما السؤالين زي بعض. بيقول لي أكتب المفهوم أو المصطلح الجغرافي الدال على العبارة الآتية: ألف، نظام من أنظمة الحكم فيها السلطة ينظمها الدستور وهي مشتركة بين الرئيس والحكومة، ده طبعا نظام شبه رئاسي. أما ب، نظام يتميز بوجود رئيس يسود ولا يحكم ويتولى مسؤولية الحكم رئيس الوزراء، ده طبعا نظام البرلماني. طبعا السؤال اللي بعد كده هيقول لي طبعا
ايه سبب، طبعا بيقعد يفسر سبب تمسك اسبانيا بمدينتي سبته ومنيله حتى الان. هقول له طبعا السبب في كده هو حجج طبعا كلها، وهي بالنسبه لاسبانيا اللي هي التقادم طول فتره الاحتلال الاسباني، وان نسبه السكان من الاسبان تصل الى 60%، وان كمان النقطه الثانيه بقى ان المدينتين غير مسجلتين ضمن الاراضي غير المستقله لدى الامم المتحده عام 1947. بعد كده النقطة أو السؤال رقم 22، دلل لعب البترول دورا في مسار الحرب العالمية بين ألمانيا والحلفاء. طبعا هقول ان البترول لعب، الإجابة تبقى لعب البترول دور في مسار الحرب وفي اتجاه القوات المتصارعة نحو السيطرة على منابعها، حيث اندفعت الجيوش الألمانية نحو القوقاز أملا في الحصول على بترول تلك البلاد. بعد كده سؤال رقم 23، ما الأثر الناتج عن عدم رضا الدول عن الوضع الغامض لمناطقها الهامشية؟ أقول إن نشأ الحد السياسي الخطي نتيجة أن الدولتين المشتركتين فيه أو إحداهما لم تعد راضية عن الوضع الغامض لمناطقها الهامشية زي مثلا المناطق الصحراوية، مما دفعها إلى تنمية هذه المناطق واستغلالها واستكشاف ما بها من موارد اقتصادية، وبالتالي يجب ترسيم الحدود الخطية على اليابس أو المسطحات المائية المشتركة بين هاتين الدولتين. بعد كده نقطة رقم 24، ماذا كان يحدث إذا انحازت محكمة العدل الدولية لدولة ليبيا في نزاعها مع تونس حول مياه الرصيف القاري؟ لو حصلت طبعا هنعكس بقى الإجابة، فهنقول طبعا لم تصدر حكمها بأن يسير الحد البحري بين الدولتين بزاوية 26 درجة بعد ذلك بزاوية 52، ولم تصبح لتونس حقوق أساسية في حقول الغاز والبترول لهذه المنطقة. طبعا كل اللي عملته انعكست جابت من النتائج المترتبة عليها. بعد كده السؤال رقم 25، ظل الدائرة ذات الرمز الدال على الإجابة الصحيحة تظليلا تاما يؤدي المناخ البارد إلى الحد من فاعلية الأنشطة البشرية. طبعا المناخ البارد هنا يقصد به طبعا هتبقى به شمال روسيا. 26، أجب عن أحد السؤالين ما بين ألف وبي، ما المقصود بي؟ وجيب لي حاجتين طبعا ألف وبي. ألف المفوضية الأوروبية، هقول له طبعا اللي أعرفه عن المفوضية الأوروبية، فأقول له إن هي المفوضية الأوروبية هي الجهاز التنفيذي للاتحاد وتشرف على ميزانية الاتحاد والبرامج التي يوافق عليها وتشرف على الاتفاقيات والمعاهدات بالاشتراك مع محكمة العدل الأوروبية، وتمثل المفوضية الاتحاد في المحافل الدولية سياسيا واقتصاديا، والمفوضية الحق في تقديم اقتراحات بقوانين إلى البرلمان والمجلس الأوروبي. ايه بقى عندي مجلس الاتحاد الاوروبي؟ طبعا هقول له برضو اللي اعرفه عنه اللي هو الجهه الرئيسيه لاتخاذ القرار داخل الاتحاد الاوروبي، وبيشارك البرلمان الاوروبي في مسؤوليه اصدار قوانين الاتحاد الاوروبي. بعد كده النقطة عندي رقم 27، يقول لي تعتبر التكتلات الاقتصادية والأحلاف العسكرية من مظاهر النظام العالمي الجديد، في ضوء ذلك وضح أهمية عنصر البنية الأساسية لقيام التكتلات الاقتصادية. طبعا البنية الأساسية هنا مهمة جدا، وهي شريان التكتل الاقتصادي، وطبعا شيء ضروري جدا ولازمة لقيام ونجاح أي تكتل اقتصادي. ايه؟ في نفس السؤال برضو، لماذا احتلت الصين مقعد دائم في مجلس الأمن؟ أقول له إن الصين احتلت مقعد دائم في مجلس الأمن، والكلام ده كان بعد الحرب العالمية الثانية، وده بيعد من أهم الأجهزة بتاعة الأمم المتحدة، ولم تكن الصين في الوقت دوت ذات ثقل اقتصادي أو عسكري يؤهلها لشغل المقعد حينها إلا حجم سكانها، إن هم كانوا تقريبا أقل من ربع سكان العالم. يعني هو العامل الأساسي اللي خلى الصين هنا هي حجم سكانها. بعد كده 28، أجب عن أحد السؤالين ألف أو ب، أكتب مفهوم أو المصطلح الجغرافي الدال على العبارة الآتية: منطقة مائية تدعي بعض الدول سيادتها لتجري فيها تجاربها الصاروخية والنووية، طبعا دي المياه المحايدة. ب، منطقة مائية جزء من أعالي البحار وسيادة الدولة عليها مشروطة بأمن وسلامة الدول المجاورة لها، وتمارس الدولة في هذه المياه سلطات جمركية وإجراءات خاصة بالرقابة والإشراف، طبعا دي المياه التكميلية أو المياه الملاصقة. بعد كده 29، تتعدد دوافع الهجرة القسرية أو الجبرية. هما ثلاث حاجات طبعا للهجرة الإجبارية أو القسرية أو الجبرية: حدوث الكوارث الطبيعية زي الفيضانات والزلازل، دوافع قومية أسمى زي تهجير أهالي النوبة من منطقتهم جنوب أسوان إلى أماكن أخرى طبعا بسبب إنشاء مشروع السد العالي، وحدوث صراعات ونزاعات مسلحة دولية أو محلية زي الحروب الأهلية، الأمر اللي بيضطر بعض السكان إلى الهجرة القسرية إلى الدول الجوار حتى تحريرها، وهم يطلق عليهم طبعا اللاجئون. بعد كده عندي
نقطة أو السؤال رقم 30، واللي برضو ما تقييمك لهذه العبارة؟ هناك علاقة واضحة بين مساحة الدولة والسيطرة عليها خلال الحرب. طبعا هنا أقول له العبارة دي طبعا عبارة صحيحة، لأن طبعا هنتكلم عن حاجتين، اللي هي العبارة صحيحة. هقول له ان طبعا لو الدولة مساحتها صغيرة في حالة الحرب يسهل اختراقها والسيطرة عليها، زي سيطرة ألمانيا على هولندا وبلجيكا أثناء الحرب العالمية الثانية. وطبعا في برضو لو الدولة مساحتها كبيرة في حالة الحرب، طبعا ده طبعا هتبقى ميزة للدولة ديت، وهتتبنى نظرية الدفاع بالعمق، وتتيح لها وقت الحرب فرصة إبعاد مصانعها وسكانها عن المناطق المهددة بالعدوان إلى مناطق آمنة. تمام. بعد كده النقطة رقم 31، ماذا يحدث إذا لم تتأثر خريطة العالم في أواخر القرن العشرين بالتغيرات العالمية؟ هنعكس برضو الإجابة، أكنه إجابة ما النتائج بس هنعكسها. فهنقول طبعا إن ده هيؤدي إلى عدم انهيار الكتلة الشيوعية، وبالتالي عدم تفكك الاتحاد السوفيتي ذاته إلى دول وتفكك اتحاد، وعدم برضو تفكك اتحاد يوغوسلافيا، واستمرار حلف العسكري اللي هو حلف وارسو، وعدم برضو اتحاد ألمانيا الشرقية والغربية في دولة واحدة، وعدم انتصار الرأسمالية بزعامة الولايات المتحدة. يعني كل اللي عملناه إن إحنا عكسنا الإجابة بتاعت ما النتائج مترتبة على، عشان السؤال هنا طبعا ماذا يحدث إذا. رقم 32، ما الأثر الناتج عن تفكك يوغوسلافيا إلى عدة دول؟ أدى إلى وجود، طبعا الإجابة أدى إلى وجود أقليات قومية زي مقدونيا وصربيا، دي أقليات ألبانية، والبوسنة والهرسك وبها أقليات صربية وكرواتية. بعد كده رقم 33، ظل الدائرة ذات الرمز الدال على الإجابة الصحيحة تظليلا تاما من أحد فروع نهر الفستولة، طبعا ده هيبقى نهر بوك. رقم 34، ما المقصود بالثورة الصناعية الثالثة؟ الثورة الصناعية الثالثة دي طبعا اللي بيطلق عليها الثورة المعلوماتية، وهي من متغيرات النظام العالمي الجديد. 35، وضح الأهداف التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر سان فرانسيسكو سنة 1945. طبعا دي الأهداف بتاعت منظمة الأمم المتحدة، اللي هي 1، الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، و2، تدعيم التعاون الدولي في مختلف المجالات. رقم 36، بما تفسر هناك علاقة بين إلغاء الهيكل العسكري لحلف وارسو واستراتيجية حلف شمال الأطلنطي؟ أقول إن مع انهيار طبعا الاتحاد السوفيتي وإلغاء الهيكل العسكري حلف وارسو سنة 91، بدأ زعماء بقى الحلف يعيدون النظر في استراتيجية الحلف ودوره المستقبلي. طبعا عملوا إيه بقى؟ اللي هو السعي نحو توسيع الحلف شرقا، وربط مستقبل الأمن الأوروبي بالدور الذي يقوم به الحلف في الأزمات الكبرى داخل أوروبا على أطرافها، وإيجاد دور له في الأزمات الأوروبية وفي الشرق الأوسط. وبعد انهيار بقى الاتحاد السوفيتي انضمت عدد من الدول المنفصلة عن حلف وارسو إلى حلف شمال الأطلنطي اللي هو حلف الناتو، وبلغ عدد أعضائه 28 دولة. بعد كده رقم 37، أجب عن أحد السؤالين ما بين ألف وب. دلل ألف، هناك علاقة بين تنوع الموارد الاقتصادية ونجاح التكتلات الاقتصادية. طبعا تنوع الموارد شيء مهم وأساسي لنجاح التكتلات الاقتصادية، لأن التكامل الاقتصادي بطبيعته بيقوم على التنوع لا التشابه، حيث أن عدم توافر الموارد الطبيعية بشكل كافي لدى بعض الدول يكون حافزا لها على دخولها في التكامل مع غيرها من الدول التي تتوافر فيها هذه الموارد. بعد كده به برضو في نفس السؤال، انا اخترت منهم واحد زي ما احنا عارفين، عدم احترام ايطاليا للشروط السياسيه لكوبنهاجن. طبعا الشروط السياسيه لكوبنهاجن، طب هي ايه الاول؟ الشروط دي اللي هي السياسيه، هقول تضمن الديمقراطيه وتطبيق القانون واحترام الانسان وحقوق الاقليات. حقوق الاقليات، تمام. واحنا عارفين ان ايطاليا طبعا فيها اقليات زي الاقليه النمساويه، وده طبعا ده ما حصلش في ايطاليا، ان هي ما احترمتش الاقليه اللي عندها. ليه بقى؟ لانها ايطاليا ترفض استخدام الاقليه النمساويه للغتها وتلزمها باستخدام اللغه الايطاليه في جميع مجالات الحياه. بعد كده السؤال رقم 38، دلل بالامثله تتاثر العلاقات الدوليه سلبا وايجابا بالموقع والمساحه. هقول له بقى عندي الموقع الاول هو موقع الاستراتيجي. هقول له العلاقات الدوليه لدوله هامشيه مثل نيوزيلندا واستراليا تختلف بالطبع عن دوله مركزيه ذات موقع استراتيجي على خريطه العالم مثل مصر. طبعا مصر دوله مركزيه، ونيوزيلندا واستراليا دي دول هامشيه على الاطراف. اما المساحه فاقول ان دول ذات المساحه العملاقه مثل روسيا الاتحاديه بكل ما تحمله المساحه من امكانيات تختلف بالتاكيد عن علاقتها الدوليه عن دوله قزميه المساحه.
سؤال بعد كده 39 بيقول لي ما تقييمك لهذه العبارة؟ يقوم الاتحاد الأوروبي على ركيزتين أساسيتين هما حقوق الإنسان والمنافسة الحرة. طبعا العبارة دي خاطئة، لأن احنا زي ما احنا عارفين الاتحاد الأوروبي بيقوم على ركيزتين أساسيتين هما سيادة القانون وتحقيق الديمقراطية. أما بقى عندي آخر سؤال في الامتحان بيقول لي ما النقد الموجه للجهود التي تبذلها هيئة الأمم المتحدة؟ هقول له طبعا اللي فيها بعض العيوب زي هيمنة الدول الكبرى على قارتها وعدم الحيادية في بعض القضايا مثل القضية الفلسطينية. وكده يكون انتهى الامتحان، وكان معكم أستاذ محمد إبراهيم مدرس أول جغرافيا، وجزاكم الله خيرا.